السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. اليوم مقطعنا غير ورب الكعبة غير، اقسم بالله اني انا فرحان مرة المقطع، اقسم بالله ان اول مرة تسوي شيء اجمعك مقطع المنبسط هذا إيه دائما ازعلك لا تنفع حطري النقطة الثانية والله رايي قلت لي صدق والله يا جتني كذا احس كذا ودي نبي نصور الان عرفت والله يسخر والله يكتب اجرنا يا رب اليوم مقطعنا افطار صائم يا جماعة الخير. يا جماعة الخير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث يعني من فطر صائما فله مثل اجره، يعني شلون انا فطرتك اخذ نفس اجر اجر عظيم ولا ينقص من الصائم شيء ترى يا سلام اجر عظيم عظيم بشكل. فاليوم عندنا افطار صائم بنبدا لكم من اول شيء لاخر شيء، اشياء بسيطة اي واحد منكم يقدر يسويها. هذا باذن الله ان نيتي ان الاجر لنا للمشتركين، الكل مشترك يا رب العالمين. الله يكتب اجرك الله يكتب اجرك جميعا. ما عنده استطاع يسوي اللي احنا نسويه، ترى في جمعيات خيريه كثير افطار صائم صح تبرع فقط فيها احسن ولك الاجر باذن الله. اول شيء بنبدا فيه يا جماعه الخير سمبوسه. واحد قفاز الان والله زين. انا ما اعرف شو سمبوسه كذاب. تعلم من واحد. أعطني ثواني من وقتك عزيزي المشاهد، أسعد الله هذا الوقت. من فبراير 2021 إلى فبراير 2022 برنامج كنت كونتاكت أخذ الأكثر تحميلاً. برنامج مرة رهيب مرة قوي ينفعني لأنه أنا أحب أعرف الأشياء، أعرف بدي أعرف هذا شو بسميني وهذا شو قال عني يعني زي كذا فهمتوا؟ يا جماعة الخير برنامج هذا يفك أزمات مو طبيعي يريح والله ترتاح. إذا حدق عليك رقم غريب تعرف مين بتطلع اسمه على طول. في واحد أزعجك ما تعرفه قروش يتصل عليك تصيد صطاع تطيب لك ولا يقدر يتصل عليك كل مرة من وين؟ من نفس البرنامج برضو. والشيء الأفضل بالبرنامج يا جماعة الخير إنه يمديك تشوف الناس وش مسمينك، يعني يمديك تشوف واحد وش مسجلك بجواله. شوفوا هنا رائد ابو مشواح، ابو مشواح بين قوسين رائد وحط صوره وجه، هذا توقعونه بارد وجهي شوي يعني ليش يعني. رائد فورد ورائد ثلاث قلوب يبعد قلبي، رائد قلبين، رائد مشواح، رائد باور رائد، رائد المالكي مشهور تواصل اجتماعي يوتيوب. مين رائد مالكي؟ دواجن ابو احمد وشو والله ما بيع دجاج. رايد شوحة، رايد مانجر، رايد مشوح شمري، هذا اسم اثباتي ذا مو بو. الزبدة يا جماعة الخير ان هذا الجدول حقي انا، كل ما طفشت دخلت شوف الناس شو مسجليني. مثال اعطيت واحد رقم قلت له سجل رقمي عندك، اروح على طول ادخل البرنامج شوف شو سجلني، والله حلو مرة البرنامج يصلح لي والله يصلح لي. الشاهد موضوع شوفوا الناس شو مسجلينكم جوالاتهم يا جماعة الخير وحملوا برنامج كنت كونتاكت رهيب مرة، لان اتوقع ان البرنامج هذا اساسي بكل جوال، لازم يكون بكل جوال. رابط التحميل تحصلونه بالوصف. مشاهدة ممتعة. بعدين تسوي كذا ثانيه تعبون الجبن كذا زين ماله كذا ممتاز. بعدين تكملون المثلث اللي هو كذا بعدين تضغط عليه توزع الجبن اي والله بعدين تسوي كذا بعدين كذا المفروض انك تدخلها بس انها انعكست بس وش تحط غرا الغرا ايش هذا غرا ايوه مو غرا لا غرا الموتون دقيق ومع مويه مو بيدك ما تحط بيدهم لا زي كذا انه هو يلزق ما عارف والله ما عارف. بعدين ايش تسكرها خلاص تسكرها كذا طيبه شوف كذا بسم الله عرفت الحين بقولك شيء هذه مو سمبوسه سلاح لا والله يا جماعه الخير بالله هذه مو سمبوسه ثلاث زوايا شلون صار مثلث هذا مو زوايا هذا زوايا هذا اسمه سمبوسه الاهرامات تبي والله حلو لا حلو حلو يلا تعالوا مسوي انت طب يلا انا بسوي يلا كذا ايه شلون الحين يلا الحين سوي يا رب يا الله خليني اخر واحد تعلم منك ما عارف تعلم منك بس ما ما قالك كذا صغير ايوه لازم تصير عريضه شوي لازم كذا بالارض حلو ايوه ثم تكسر على تحت يا سلام هذا فلوس فلوس مو بس والله فلوس طيب شلون رايك تسوي كذا بعدين من هنا والله رايك جوي بعدين تسوي الثانية كذا بعدين تبي هذا من هنا مين هذي محضر عليها سمبوست بعد ما يقفل سوي له الضغط حق القلب حق ايه ايوه ثم
وش هذا؟ هذا وش هذا؟ هذا ايوه هذا بطاطس جبنة. دريد والله دريد. ما يطيق ليه مالت ليه ذي؟ جبنة قال يا مرحبا. كذا يلا غلط. غرا يا وحش غرا حطينا لا ما هو الجد ثاني لا مالي مالي عادي نفس الشيء قسم بالله اني اعرف انا والله لا والله انا والله يلا اول شيء يسوي كذا صح الخط هذا كذا لازم يكون كذا متساوي حلو يا سلام الجبن عطني جبنين والله يعني قاعد اسوي شيء عشان اي والله يعني ركز معي والله اني بصدمك بافضل سمبوسه اليوم يلا شو ثم كذا قسم بالله وين قسم بالله انك فيه. الله والله محمد والله العظيم شوفون سفينة تعلم مني بس روب تعلم مني ايه بسام والله سمبوسة راي خل زياد سوي بعد انت بسام طيب تساعدني السلام والله العظيم بيرفكت ممتاز لازم تقفلها روب لازم تقفلها شوف ليش ما قلت لي قبل شيء قلت لك انا ما قفلتها يبي يسوي احسن سمبوسة يسوي احسن سمبوسة ابي الاجر طب الاجر ان شاء الله بيجينا كلنا وش لا سمبوسة دي ام سفينة ما فيها اجر والله سمبوسة كوين يا حبيبي في سمبوسة يا ذهب ما عندي قسم بالله العظيم نفس سمبوسة انا نفس الظل شوي والله نفس سمبوسة شغلت جدتي والله انه حلو زين ورني والله من الافضل اوه والله ما شاء الله بيرفكت بسم الله الرحمن الرحيم كيف تسوي سمبوسه هنا مره ما استفدنا شيء من هنا ما عندك مشكله شوف هذا انا عندي اعاقات الحين ترى ها بس مع ذلك بسوي لك السمبوسه اول شيء تصفط اول صفطه هذه المهمه حلو ولا الحين الحمد لله ما نجحت ولا الحين ما نجحت حطوها على جنب هذه على جنب على طول هي يمين طيب مزبوط مزبوط حلو بس انا الحين احتاج ايش مساعد انه واحد يحط الجبن عني الله يوفقك الله يسعد امك رايد وكتب لي فجرك ان شاء الله حط له شوي لان على جنب صدقني دام ان هذا المقطع افطار صائم صدقني الناس بيحطون لايك عليه لازم الاشتراك والله والاشتراك اشتراك مهم والله روح على الاشتراك ما شاء الله شو تسوي الى الان حلو ترى يا اي والله صدق ما شو تسوي الحين يا عزيز المشاهد شو تسوي تمسكها تقلبها بها كذا ما يحتاج تحطها في الارض لا ما يحتاج لان لو حطيتها في الارض هجت معي الصدق ما على الدسوسني القفاز عند ماشي خلاص حط وش الحين صمغ ايش الصمغ بصبع مين بصبع الله لا يهينك الله من هنا اي من هنا يا سلام بعدين مستدين 1 2 3 الله والله انه ممتاز والله تحيه لابو زهره عسى الله تحيه لابو زهره مع السلامه مع السلامه طالع من هنا وجينا كذا كف حقه كذا يقول طيب يلا الان ايوه الان بنكمل وبنرجع لكم ان شاء الله طيب يا جماعه الخير اللي ما يدري احنا الان الفجر ممتاز هذه بنحطها بالثلاجه سمبوسه وباذن الله صحينا العصر راح نقليها والحين بنرتب شيء ثاني اساسا جاهزين يلا نروح البقره الثانيه يا جماعه الخير اللي هي جبنه مويه اللي هو الاساس برضو التمر برضو مسواك مع سمبوسه ونحطها بوكس زي كذا كرتون بسيط ما نعرف نركب الكرتون الان فبسوي تحدي اول واحد يركب كرتون هو الفايز هذا مو مسوي كل واحد ياخذ واحده خذ هذه لا هذه لا يعني ما اعرف يلا لا كنت واحد اثنين ثلاثه الحين راجي طلع يعني والله العظيم اني ما اعرف والله العظيم اني ما اعرف اتمنى خلص خسي شو سويت انت لا ما خلص لا خلص كذاب يا خلصت يا خلص والله ما خلص اللهم لك الحمد خلصنا كراتين عيال راحوا ينامون وعدنا بكره عصر ان شاء الله نسوي سمبوسه ونضيفها بالكراتين هذه ونوزعها باذن الله الله يكتب لك الخير طبعا بعد ما ضبطنا السمبوسه يا جماعه الخير طلع بالشكل هذا في بالشنطه برضه مليان بنروح لاقرب اشاره بنوزع الفطور اسال الله ان يكتب لنا ولكم الاجر يا رب العالمين معانا اليوم زيادينج صور زيادينج انا سواق وركانينج وروب في احتقان بسيط وتعبان طلعني يشفي فخلونا نوجه الاشاره باذن الله هذه الاشاره يا جماعه الخير اسال الله ان يكتب لي والمتابعين الاجر لانكم انتم اقسم بالله انكم سبب سعادتي فودي اشارككم الاجر باذن الله السلام عليكم تقبل الله منا ومنك السلام عليكم كيف حالك يا حبيبي الله يسعد كفات قلبي يا حبينا يقول رأيته أنتم الله يسعده يحفظه والله العظيم شعور حلو مرة شعور حلو أقسم بالله يا رب السلام عليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سلام ورحمة الله أي والله الله يا رب وياكم يا رب معيشة
شوف الناس اللي فيهم خير، في ناس جو يوزعون فطر صائم برضو، شوف الكميات اللي جابوها، سأل الله أن يكتب أجرهم يا رب، فبنساعدهم مرة واحدة. الله. إيه. ثلاث تمرات ثلاثة موية. السلام عليكم. الله يسلمك. تقبل الله يا رب يا رب، الله يجزاك. السلام عليكم، مفطر بالعافية. السلام عليكم، رمضان كريم، بسم الله وياك إن شاء الله يا حبيبي. هذا الرجال، هذا الرجال، ذاك الرجال اللي وراء، والله ان ابتسامة الناس اي والله ترضي، والله انها ترضي، تحس كذا بصدرك كذا سبحان الله براحة. يا جماعة الخير، الدال على الخير كفاعلة، والله العظيم انه احتسبت النية اجر لنا ولكم. هذا شيء، الشيء الثاني اني بعلمكم انه الشيء هذا سهل، ويمديك يمدي اي شخص صغير ولا كبير يسوي هذا الشيء، وانتم شفتوا صغار اللي جو قبل شوي وزعوا معنا، الله يكتب لكم الاجر، اللي يقدر وعنده استطاع انه يوزع كذا والله يحظك بالاجر. الله يوفقنا واياكم، نراكم على خير، مع السلامه. يا جماعة الخير، لا تنسون تدخلون على المتجر، بنضغط على الهودي هنا يدخلك المتجر، ولا تنسون كود RA2 والخصومات والهوديات والجيرسيات الجديده والجيرسي الخاص فيني. يعطيكم العافيه.